هاي يا جميلين، بلوج جديد إن شاء الله رح نتكلم فيه عن أفضل الروايات اللي قريناها في 2018. طبعا جزئين بسويهم، هذه الأولى بحكي لكم بعد شوي عن كل واحدة. طيب هذه أول، هذول مجموعة كتب، الجزء الأول والثاني والثالث. هذه رواية الكاتب ياباني اسمه هاروكي موروكي، زي ما انتم شايفين. هذه رواية جدا مشهورة بصراحة، جدا ممتعة. أنا سويت صراحة هذا الفلوج لأنه في شخص طلب مني أنه أسوي فلوج عن روايات تأخذ وقت طويل وهو يقراها عشان يستمتع فيها أطول فترة ممكنة، فهذه مرة تجنن. الرواية عبارة عن تشويق، إثارة، فيها غموض، مرة 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 جميلة صراحة، مرة عجبتني. حبيت فيه أنه ما كانت يعني غموض غموض من قلب. الرواية الخامسة، مو الخامسة، الرابعة، اسمي أحمر. رواية تحكي عن سالفة قصة نقاش، أوكي، لقيوه ميت في زمن النقاشين. فضول وغموض، وكل شخص منهم يحكي السالفة من وجهة نظره. يعني أحيانا تلاقونه مثلا أشخاص موجودين في القصة نفسها يتكلمون مع أنه مفروض أنه ما لهم أصوات. رائعة جدا 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 جدا. من بعد أنا صراحة حبيت الأدب التركي، الكاتب تركي، مرة جميلة، والرواية كثير كبيرة يعني تستمتعوا فيها. مرة جميلة جدا كبيرة. طبعا أنا عشان تبرعت بالكتاب سو ما عندي إلا التسجيل الصوتي في برنامج، مش تسجيل صوتي، الكتب المسموعة في إيران. أمي حصة لسعود السنعوسي، السنعوسي جميل بس النهاية ترى تعيسة، بس يعني جدا جميل وعميق عميق عميق عميق، راح على قولتهم يلقي تراكات على أشياء موجودة عندنا، عنصرية ما إلى ذلك. أوكي، طعام صلاح حب، الرواية جدا تجنن، 3 أجزاء. في البداية راح تتكلم عن قصتها وكيف تركت زوجها وراحت على قولتهم تدور ورا نفسها، بحث عن الذات. يب. كل جزء تتكلم فيه عن شيء. مرة الطعام اللي هو أول جزء في إيطاليا مش بريطانيا، بعدين الصلاة في الهند، وبعدين الحب في إندونيسيا. I think تايلاند. لا لا إندونيسيا، أيوة. تجنن، ممتعة جدا، الوقت يروح فيها من غير ما تحسون. وكبيرة زي ما بغيتوا. بالضبط. بس أتمنى يا رب يكون الفلوق عجبكم. لا تنسوا لايك، سبسكرايب، شير، كومنت، وباي.